الأزمة الحقيقية أن القادة يقولون سننفذ في 2023، وأقول لهم الوعود كانت في 2020. لقد قلنا للدول الفقيرة أننا سنضاعف المبالغ. You are right to ask for the credibility of... أنت محق أن تطلب منا المصداقية إذا كنا في الاتحاد الأوروبي جادين، وأعتقد أننا جادين في تغيير الاقتصاد لنكون اقتصاد نظيف، ونطلب من الدول الأخرى أن تحذو بحذونا. فلن تتمكن الدول الفقيرة أن تفعل ذلك دون أن نقدم لهم مساعدات مالية. علينا أن نعوض هذه الدول خسائرها، علينا أن نلتزم بوعودنا، وإلا سنفقد مصداقيتنا. ما الذي تتوقعه من مؤتمر شرم، وما هو سقف طموحاتك للمؤتمر؟ I think the most important is really what we need is two things. First, we need that more. نحتاج إلى أمرين. أولاً، أن تستوعب الدول الأكثر إنتاجاً للغازات المسببة للاحتباس الحراري أننا نحارب معاً. جئنا لشرم بالكثير من التحديات والأمال. الأمر الثاني، علينا أن نتحدث ونواجه تحدي الخسائر والتعويضات. أوروبا موجودة في شرم لمواجهة التحديات، والطموحات غير محدودة. على أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أن يعي ما تعنيه عبارة الخسائر والتعويضات. ملف الخسائر والتعويضات كبير جدا، والتأثير السلبي للتغير المناخي مستمر وسيستمر. علينا أن نكون واضحين ومحددين في ملف الخسائر والتعويضات. علينا أن نكون واقعيين في التعامل مع هذه الأزمة. And also addressing the loss and damage will be crucial for Sharm el-Sheikh. هل فقدنا السيطرة على ارتفاع درجة حرارة الأرض؟ الأمر صعب. حينما أستمع إلى آراء العلماء أجد أن 50% يعتقدون أن الأمر خرج عن السيطرة، وال 50% الأخرى يعتقدون عكس ذلك. الإبقاء على درجة مئوية ونصف من ارتفاع درجة حرارة الأرض أمر شبه مستحيل الآن، وكلما تأخر الوقت كلما أصبحت الأمور أكثر تعقيدا. كلما تأخر الوقت كلما زادت التأثيرات السلبية بالتغيرات المناخية. تكلفة ألا نفعل شيء ستكون الانهيار. لم ينقضي الأمر بعد، ولكن نصارع الوقت. لذلك أقول إن مؤتمر شرم الآن هو محوري لإنقاذ هذا الكوكب. سنضغط بكل ما نملك من أدوات لإنجاح المؤتمر، لأنه الطريق الوحيد لإنقاذ الكوكب. هناك دول تحاول التقليل قدر الإمكان من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وهناك دول منتجة وبكثرة لهذه الانبعاثات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين. متى سيكون هناك عدل في عملية الجهد؟ للأسف الروس الآن أبعد ما يكون لدعم ملف مكافحة التغيرات المناخية. الحرب الروسية الأوكرانية لديها تكلفة باهظة على البيئة. هناك أيضا دول أخرى تكلفنا الكثير، وبالتالي إذا تمكنا في أوروبا من الحفاظ على مصداقيتنا وتعويض الدول الأفريقية عن الخسائر التي يتعرضون لها، سترتفع ثقة الاتحاد الأفريقي فينا. وهنا ستبدأ الدول الأفريقية في بذل جهود مضاعفة لتقليل نسبة الانبعاثات. وصلنا إلى هذه المرحلة ستمكننا كاتحاد أوروبي واتحاد أفريقي من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والصين للتقليل من نسبة الانبعاثات. الحقيقة أن هاتين البلدين لا يتصرفان كما ينبغي، وكأن الحرب ضد التغيرات المناخية هي حرب أوروبية أفريقية. عليهم أن يعلموا أننا جميعا سنواجه الأثار السلبية للتغيرات. عليهم أن يعلموا جميعا أننا إما ننتصر جميعا أو ننهزم جميعا. زوجتي دائما تسأل، لماذا يطالب السياسيين الأوروبيين المواطن العادي بفعل كل شيء للمساهمة في تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكنهم على المستوى الشخصي وفي حياتهم اليومية لا يقدمون النموذج الذي يمكن الاحتذاء به؟ أنت محق. إذا طلبت من شخص أن يلتزم بشيء، عليك أن تلتزم من قبله وأن تكون قدوة له. قادة الاتحاد الأوروبي لا يفعلون هذا على الإطلاق. حاولت أن أجد وسيلة مواصلات صادقة للبيئة لأصل إلى شرم الشيخ، ولكنني لم أجد. لذلك اضطررت إلى استخدام الطائرة.
في بعض الأوقات لا تملك الكثير من الخيارات كما حدث معي في سفري إلى شرم، ولكن يجب دائما أن تبحث عن الحلول وأن تقلل بقدر الإمكان من التأثير السلبي على البيئة. أقول للمسؤولين الأوروبيين بما فيهم أنا: التزموا أولا قبل أن تطالبوا غيركم بالالتزام. في كل مكان يوجد الأغنياء والفقراء، في كل مكان هناك فروق كبيرة في طرق الحياة، هناك الكثير من عدم المساواة في عملية الحفاظ على البيئة، وهذا أيضا أحد أهم التحديات التي أطرحها بصفتي رئيس لوفد البرلمان الأوروبي في شرم. حرب البيئة لا تخص الفقراء فقط.